بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أبنائي طلابي الأعزاء. اليوم إن شاء الله حنبدأ حصة المراجعة لامتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالمرحلة الثانوية إن شاء الله. نحن حنبدأ إن شاء الله بمناقشة بعض القواعد المهمة اللي تكررت في الامتحان. قاعدة first conditional أو اللي نسميها بإف وان، طبعا هذه هي النوعية الأولى من الconditionals. إف وان هذه أو الفيرست conditional متعلقة ب consequences، يعني احنا بنتكلم عن results او even ممكن نقول عليها ناقش results، discuss results. طيب شكل القاعدة، احنا عندنا طالما انه عندنا if واحد او if one معناته عندنا نوعيات تانية اللي هي if two و if three. طيب كل واحدة بتتميز عن الثانية بتركيب محدد، فنحن مهم عندنا إنه نعرف التركيب بتاع الجملة بتاعت إف واحد. طيب شكل الجملة احتوي شقين، الشق الأول اللي هو فيه إف، والشق الثاني اللي هو يمثل نصف مكمل للجملة هذه. الشق الأول يحوي if زائد قاعدة الـ present simple أو قاعدة الـ s. قاعدة الـ s عندنا مع الضمائر I, you, we and they كفاعل، بيجي معاهم فعل من غير زيادة، فعل مصدر. أما مع he وshe وit ضمائر تحت الفاعل he she it نستخدم فعل زايد s، فيبقى نحن نسمي if one بأن القاعدة اللي فيها قاعدة ال s أو التركيب اللي فيه قاعدة ال s. مع he she it نستخدم أو نزيد للفعل s، مع I, you, we, they نحط الفعل كمصدر من غير زيادة. الشق الثاني من الجملة حيكون فيه إما will أو can زائد فعل المصدر أو الفعل مجرد، وأحيانا will تكتب اختصارا بالكيفية هذه. طيب عندنا صيغة فيها النفي اللي هي النيجاتيف، أنا حطيتها لكم بنفس الكيفية إنه في if one إذا كان في نفي تظهر not، بحنقول if زائد don't زائد الفعل، وطبعا don't هذه نستخدمها مع الضمائر they, you, we and I. تمام، هذه ضمائر الفاعل بتجي معها don't زائد فعل المصدر. أما بالنسبة ل he, she, it كفاعل جونا بعد if، حط بعدهم doesn't زائد الفعل المصدر. والناحية الثانية حتى هي لو فيها نفي بالنسبة لاثنين ممكن نلقى will not won't زائد الفعل أو can't صيغة النفي من كان زائد الفعل. بهذه الصيغتين الصيغة الأساسية هي هذه، الصيغة الثانية صيغة النفي إذا كان في شكل نفي. يبقى أنت يعني حتى في الجملة
هيكون مخفي لك واحدة في الاثنين، إما الشق الأول الفعل بتاع الشق الأول أو الفعل في الشق الثاني. فأنت لازم تتعرف على الشق المتوفر هو إيش. إذا كان حطالك قاعدة الاس من هنا، طول نحن هنفكر إنه الناحية الثانية فيها إما will أو can أو صيغة النفي منهم won't أو can't زائد فعل مصدر، فعل من غير زيادة. طيب أحيانا يعطيك الشق الثاني ويخفي الجزئية هذه، تمام؟ فنحن هنجي نلقى العلامة إيش؟ العلامة في الجملة إف موجودة. طيب هنقول هي إف كم؟ تنشوف المتوفر إيش؟ طيب will أو can أو حتى won't أو can't، معناته الناحية الثانية المطلوبة حتكون طالبين فيها قاعدة الاس حسب الفاعل he she it فعل زائد s أو حتى doesn't زائد فعل إذا كان نفي I you we they الفاعل الموجود I you we they حنفكر في إنه حيكون فعل من غير زيادة من غير S أو حتى في صيغة النفي don't زائد الفعل. طيب قد يختلف الترتيب بتاع الجملة، يعني إحنا ممكن نلقى if أو الشق بتاع if في البداية، الشق بتاع will أو can في نهاية الجملة، أو تتغير الحكاية بأنه الشق اللي فيه will و can يجينا في الأول قبل إف. في الحالة هذه الفاصلة هذه هتختفي، تمام؟ طيب نأخذ مثال، مثلا إف رقم 79 هذه if she doesn't apply for a scholarship، عندنا doesn't apply نفي doesn't لأنه الفاعل she he she it فعل زائد s أو في النفي doesn't زائد فعل مجرد. الناحية الثانية فيها الفعل won't، يبقى هنا عندنا بالأخضر هي الإشارة إنه قاعدة if المجهول الجزئية هذه معطينا نحط فعل زائد S أو في حالة النفي doesn't apply. طيب فعل زائد S يعني هتكون applies بروحها، أو في إذا كان هو أصلا حاطين خيار نفي نقول doesn't apply. نمشي لـ if 2 أو second conditional، هي if الثانية برضو هي تختلف بالشكل بتاع القاعدة المستخدمة فيها. if 2 أو if 2 هذه second conditional، هي بتتكلم عن unreal past، unreal past. طيب if 2 هذه يتكون من if في الشق الأول، من if زائد فعل بإضافة ed أو التصريف الثاني للفعل. طبعا نحن بنضيف للفعل العادي الريجولار فيرب اي دي، والإرريجولار بنستخدم فيه التصريف الثاني هي التصريف الباست يعني الماضي، مثلا go went drink drunk وهكذا. أما بالنسبة لي الماضي من play
لأنه play فعل عاد فعل regular بنزيد ed تبقى played played. يبقى في if two نحن بنتعامل مع past simple قاعدة past simple. في if one اللي خذناها قبل ناخد present simple قاعدة s وهذه قاعدة ed اللي هي past simple. طيب إيش هي نوعية الضمائر المستخدمة عشان نستخدم قاعدة الـ ED؟ هنا ممكن نلقى كل الضمائر I, U, we, they, he, she, it كلها نستخدم بعدها أو نزيد الفعل العادي منها ED أو نستخدم التصريف الثاني go, went, past form okay. من go, went, do, did نستخدم did وهكذا. طيب هذا بالنسبة للشق الأول أو الشق متاع if اللي فيه if. الشق الآخر نستخدم فيه would زايد verb أو فعل المصدر. طيب احنا عندنا would زايد فعل المصدر كشق آخر. حتى كذلك عندنا احنا صيغة نفي نيجاتيف اللي هي بنقول if زايد didn't وبعدها الفعل من غير إضافة فعل المصدر. وفي الشق الثاني هنستخدم wouldn't زايد الفعل المجرد والفعل من غير زيادة. هذا يبقى نحن عندنا في if 2 عندنا إما ظهور قاعدة الـ ED أو التصريف الثاني بجانب if أو didn't زائد التصريف الثاني. يبقى هذه علامة طول لأنها هي if 2 أول ما نلقى قاعدة الـ ED أو didn't في سقط النفي معناتها هي if 2 أو if 2. والشق الثاني بالتالي يأخذ would في الصيغة العادية زائد فعل أو even wouldn't زائد الفعل من غير زيادات للفعل. طيب على سبيل المثال احنا وفكرنا في تخليط طبعا قلنا هنا احنا ممكن الشق الثاني نحطه مكان الاول والاول في بالتالي نحطه بعد تبقى في الترتيب في تغيير في الترتيب. هذه ممكن جينا في الاول قبل اف واف والفعل اللي معاها هذا جينا في الاخير وفي الحاله هذه قلنا بنستغنى عن الفاصلة الكوما. الحكاية هذه موجودة معانا في مثال أو في الجملة رقم 58. طيب لاحظوا معي في 58 58 قال he would be more attractive هذه الموجودة. طيب نحن هنا حصلنا would be معناتها هذه if واحد اف واحد ولا اف اثنين اف اثنين لانها ود. طالما انها ود زائد بي حنستخدم او حنزيد للفعل اي دي شيفد هتبقى الجمله هاو وود بي سوري هي وود بي مور اتراكتيف اف هي شيفد هيز بيرد اوف شيفد. لاحظين التركيب العلامة الآن في would be إنها would be و if دلتنا على إنه هذه if 2 أو if الثانية. لو كان حط لنا بدل would هنا will قلنا حنقول هي if الأولى لأنه في if واحد نستخدم will زائد فعل جرد. طيب يبقى الآن would be هنا وإف كانت علامة لي شيء يبقى حط دائرة حول إف would be عشان تكون هي تنبهك بعدين في الامتحان من تلقاهم تعرف إنه هي would be مع إف أين إف 2. بالتالي في الناحية الثانية اللي فيها إف استخدم فعل زائد إيدي أو التصريف الثاني زي ما قلنا هنا. إذا كان عاوزها بالنفي حيجيب لك didn't
بتلقاه في الخيارات، تلقى الخيار اللي يتناسب مع الجملة. نفس الكيفية موجودة في الجملة رقم 52 والجملة رقم 80، طبعا هي محطوطة كأمثلة للصيغة اللي جات بها في الامتحان أو في الامتحان أو أسئلة الأسئلة الاسترشادية. طيب نمشي لـ if 3، طبعا نفسها هي عندها شكل مختلف. if 3 هذه تسمى أيضا بـ الثيرد كونديشنال، او لما يقول لك كونديشنال دي تلقى كلمه كونديشنال تعرف انه يتكلم لك عن الاف بانواعها كونديشنالز. الان هو يتكلم عن ثيرد ثلاثه او الثالث اف 3 ثيرد كونديشنال، هذه نستخدمها لايش؟ للباست ريجريتس. باست ريجريتس اوكي. طيب دي الندم على ما فات او كذا، شيء في الماضي. طيب if 3 هذه التركيبة متاعتها تحويلين had زائد فعل زائد ed إذا كان فعل مجرد اللي هو past participle، فعل الفعل العادي، نحن مش فعل مجرد نحن نتكلم عن فعل عادي، فعل زائد ed past participle الفعل الثالث الصيغة الثالثة للفعل past participle، اللي هو إذا كان فعل عادي بنزيد ليها ED. فعل غير عادي نستخدم صيغة مختلفة. طيب مثلا play التصريف الثاني منها played بإضافة الED، والتصريف الثالث حتى هو played بزيادة الED. كالباست والباست participle نفس الشيء بالنسبة لplay لأنه play فعل عادي. بالنسبة لي win نلقى الماضي منها الباست منها won والباست بارتيسيبل won w o n تمام. طيب بالنسبة لي أفعال تانية go قلنا التصريف الأول، went التصريف الثاني past، والباست بارتيسيبل gone جي او ان اي تمام. والان اي هذه دائما او في 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 افعال كثيره بنلاقيها متكرره معانا، غير في بعض الافعال الشاذه وافعال غير عاديه بناخذ تعمل تغييرات ثانيه في الفاولز. طيب هنا بنقول انه كل الضمائر بتاعت الفاعل بعد اف اي يو وي زي هي شي ات كلها بتاخذ هاد زائد الباست بارتيسيبل. في النفي بتاخذ hadn't زائد الباست بارتيسيبل، نفي not هذه not had not يعني hadn't. واذا كان احنا حصلنا had زائد الباست بارتيسيبل معناها هي if 3، والناحيه الثانيه بالتالي بتاخذ would لكن معها have مش مع الفعل قول would have وبعديها باست بارتيسيبل للفعل التصريف الثالث للفعل. يبقى هنا في if 3 عندنا if زائد had زائد التصريف الثالث الباست بارتيسيبل، معناته الناحيه الثانيه فيها would زائد have زائد الباست بارتيسيبل. مرات يخفي لنا هذه، يخفي هذه ويعطيك if وتلقى في الاخير حاط لك would have زائد الباست بارتيسيبل، طالما انه في would have زائد الباست بارتيسيبل معناته هذه had زائد التصريف الثالث يبقى هذه الناحية أو هذه الصيغة بحسب المفهوم يبقى نيجاتيف وهكذا. طيب اتفقنا على انه دي صيغة النفي نيجاتيف، هي hadn't أو if زائد hadn't زائد أو في الناحية الثانية حنلقى إيش wouldn't زائد have زائد past participle. قد تختلف حسب الصيغة تلقى نفس التركيب هذا. بتقدر الآن تميز بين if 1 و if 2 و if 3. if 1 فيها if زائد قاعدة الاس، وفي الناحية الثانية حتلقى will زائد فعل مجرد.
if two هتلقوا فيها if زائد قاعدة الED، في الناحية الثانية هتلقوا would زائد فعل مجرد. بالنسبة لـ if 3 زي ما شايفين هنلقى if زائد had زائد التصريف الثالث، العادة ما نزيد له ED أو كده التصريف الثالث للفعل. وفي الناحية الثانية هنلقى would زائد have زائد الباست participle أو التصريف الثالث. طيب نفس الكيفية، الشق هذا ممكن يتغير مكان ويجينا قبل إف، وإف نلقاها في الوسط وسط الجملة، مكانها إما أول الجملة أو وسطها، تمام؟ لكن التركيب هيكون هو هذه دائما مع إف، هذه مع إف دائما في إف 3 تحديدا. طيب نأخذ مثال، خلينا نأخذ المرة هذه 59، قبل 59 ناخذ 60 مثلا. if we had trained، had trained هذه مكتوبه بالاخضر، هذه اشاره، had trained هذه had زائد التصريف الثالث معناته if 3، تمام؟ if 3 معناته تقول الشق الثاني في would زائد have زائد past participle. if we had trained harder we would have، لاحظين would have زائد past participle من when اللي هو won، تمام؟ يبقى هذه هي الفكرة. طيب بالنسبة لـ 59 حط فيها نفي، قال if I sorry إذا فيها خطأ، ده هنا المفروض تكون مع operation. if I hadn't had the operation، طيب if I hadn't had، had هذه هي التصريف الثالث من have h a v e، التصريف الثالث منها، وهذه had بتاعت ال past perfect، had زائد past perfect أو had ال past perfect زائد ال past participle، hadn't صيغة النفي زائد had اللي هي التصريف الثالث ال past participle of have. أو يبقى if I hadn't had the operation I would have died، تمام؟ خلوا بالكم للخطأ هذا بعدين نصححه في الأوراق. وهكذا يبقى الشق الأول الشق الثاني، هذا الشق الأول had زائد past participle، وهذا الشق الثاني would have had. قد يغير لك الترتيب متاعها، يجيب لك هذه في الأول زي في المثال رقم 67 I would have studied medicine، بديلك بإيش؟ بالشقة الثانية حطها في الأول، وبالتالي if تجينا في الوسط. if طالما إنه would have زائد التصريف الثالث معناته هذه هنحط فيها had في الناحية الثانية، بعد if هنحط had زائد التصريف الثالث. if my parents، if هذا الفاعل my parents اللي هي they had had enough money to pay for the course، تمام؟ طيب نمشي لقاعدة أخرى هي، أو قبل ما نمشي لقاعدة أخرى نشوف جات أو عندنا لقينا في الأمثلة أو في الأسئلة true and false متعلقة بالconditional. قلنا أول ما لقى conditional معنات الكلام عن if، conditional structures تركيب أو تركيبات الconditional فيها if have two clauses، صح الحكاية هذه لو رجعنا هي two clauses، ده الكلوز الأول وده الكلوز الثاني. في if one نفس الشيء، if two نفس الشيء، كلوز أول جزء أول وجزء ثاني، if one نفس الشيء. فيبقى نحن المعلومة هذه صحيحة، conditional structures في if عندنا two clauses، لو قال لك three خطأ، two clauses. الأول هو the if clause وشفناه هو في if زائد صيغة الفعل إما بالED أو فعل الS أو فعل had زائد تصريف ثالث، والثاني اللي هو نسميه the main clause اللي هو موجود في الناحية الثانية بأشكاله المختلفة، إما will زائد فعل مجرد أو would زائد فعل مجرد أو would have زائد التصريف الثالث. بهذه الجملة true، true
conditional متعلقة بإفعل. نمشي لقاعدة تانية، قاعدة if only، برضو هي من القواعد المهمة. طيب نحن if هذه ممكن نعمل if not، if not هتلقى نفس الصياغ if not اللي هو معناتها unless، فتلقى unless أول ما تلقى unless معناتها if not. تمام، بالنسبة ل if one if two if three مرات يكتب لك يبدل لك if هذه ب unless، unless unless معناتها if زائد not، if not يعني يعني لو ما حصل كذا، إذا كان if لو أو إذا يعني if بروحها لو أو إذا، if not اللي هي بتجينا بشكل متاع كلمة تانية اللي هو unless، unless 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 معناتها لو ما، لو ما كذا. هنتعامل معها بنفس الطريقة اللي اتعاملنا بها مع if one و if two if three حسب المكونات اللي موجودة في الجملة. طيب بس إشارة لأنه الآن عندنا if only هذه كمان جديدة، if only دي القاعدة اللي تجي معاها دائما أول ما تحصل if only if only مع بعضها في الجملة تعرف إنه عندنا past perfect هيستخدم لتكملة الجملة had زاد past participle. يبقى if only تجي معاها had زاد past participle. في النفي حنقول hadn't زاد past participle. وهو عنده زي اللفظ في الامتحان بقى زي مؤشر لقاعدة if only. تمام؟ لما نقول لك مثلا في الجملة رقم 70 والجملة 55 استخدم unfortunately، unfortunately unfortunately طول بعديها unfortunately حط هنا if only I hadn't eaten them، يعني زي يا ليتني لو لم أفعل كذا، لو لم أتناول أو كذا. if only unfortunately، يبقى unfortunately طوالي حتكون حاط في بالك إنه unfortunately ظهرت في أول الجملة معناتها if only دي حتكون موجودة في الإجابة. unfortunately if only أحيانا يعني تظهر الصيغة هذه موجودة. طيب مؤشر تاني ظهر معاكم if only علامة، أول ما تلقى if only كعلامة لازم الجملة تكون معها ب had زائد التصريف الثالث، had أو hadn't في حالة النفي ده التصريف الثالث. if only في 55 لو رجعت للورقة بتاعت الأسئلة الاسترشادية رقم 55 تلقوا if only وتكملة الإجابة الصحيحة hadn't أو had زائد التصريف التالي. نفس الشيء في 70 وهذه أصلا حاط لك جملة كاملة لأنه unfortunately كانت علامة لـ if only كذا. طيب لـ 83 أعمل دائرة على if only دي علامة عشان تساعدك بعدين في حفظك أو مراجعتك. if only والإجابة طول had زائد التصريف التالي. if only طوال الإجابة هتكون فيها had زائد التصريف التالي زي ما شايفين هنا في الأمثلة اللي شفناها. القاعدة الأخيرة اللي المفروض نتناولها الجزئية دي هي wish. حتى wish نفس الشيء، قاعدة wish اللي هي للتمني بيستخدم معاها had زائد الباست بارتيسيبل هي صيغة الباست بيرفكت. wish برضو هي معاها had زائد الباست بارتيسيبل زائد الباست بيرفكت. إذا حنقول ظهرت wish I wish أعمل دائرة على wish معاها طول الإجابة had زائد التصريف الثالث had driven. نفس الشيء في 81 I wish wish أعمل دائرة عليها هذه علامة لأنه التكملة بتاعتها had زائد التصريف الثالث wish وهاد زائد التصريف الثالث متعلقات ببعض. يبقى wish معاها had زائد الباست participle و if only معاها had أو hadn't زائد الباست participle. يبقى wish و if only طول اللي بعدهم يجي إيش had زائد الباست participle. هذا بالنسبة لقواعد استخدمت بشكل متكرر في نمشي للورقة بتاعت الأسئلة الاسترشادية ونبدأ جاوب عليها إن شاء الله.